من ضمن الموضوعات المهمة في هذا الإطار أيضا هو إزاي هتدفع وإزاي هتحصل على خدمة لائقة بما تقوم بدفعه، فلازم يكون في مجموعة من العناصر والهيكل الإداري الموجود في هذه المنظومة الشاملة عشان يجيب على كل هذه التساؤلات وعشان يوفر لكل المشتركين خدمة صحية لائقة. دكتور فريد محرم المستشار الاقتصادي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، هنتكلم معا عن هذا الشق الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذ رنا. اهلا بك. احنا عايزين نعترف الحقيقه ان التامين الصحي الشامل يعني في منظومه متكامله وفي هيكل اداري يمكن يكون بيجيب على كل التساؤلات لو الناس بصت لهذا الهيكل بصوره اكثر قربا. فهل تم الانتهاء بشكل كامل من سياسه التسعير وربطها بالخدمه؟ طيب الاول اسمحي لي احيي الاستاذ الدكتور احمد السوكي رئيس الهيئه العامه للرعايه الصحيه الحقيقه على مجهوداته الكبيره، وعلى الحقيقه في معظم والمداخله بتاعته كانت مداخله رائعه جدا يعني. وطبعا النهارده الحقيقه احنا يعني بعد اسبوع بالضبط من احتفالنا بسنه كامله على افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلمه وهديته للمصريين مشروع التامين الصحي الشامل في بورسعيد. الحقيقه الاسئله اللي حضرتك بتساليها اسئله تثير شجن يعني. بس انا عاوز اقول لحضرتك يعني شويه ارقام كده يعني توضح للمشاهد الكريم بعض الحقائق عن منظومة التأمين الصحي. الحقيقة احنا المرحلة الأولى في منظومة التأمين الصحي الشامل هي بتشمل 6 محافظات. بدأنا في السنة الأولى 19/20 الحمد لله بورسعيد. إجمالي تكلفة ال6 محافظات أستاذ رانيا هتبقى بنتكلم في حوالي 51 مليار و115 مليون جنيه، تمام؟ دي التكلفه الاجماليه المتوقعه ان شاء الله من ان احنا ننتهي ب6 محافظات، وهم محافظه بورسعيد هتكلفت بالفعل 7 مليار و605 مليون، محافظه الاقصر 9 مليار و625 مليون، الاسماعيليه 10 مليار و125 مليون، جنوب سيناء 3 مليار و28 مليون، السويس 3 مليار و18 مليون. الحقيقه يعني ده بالاضافه الى طبعا الدولة المصرية يعني حاطة كمان رصد رقم محترم جدا لفكرة التحول الرقمي اللي احنا الحقيقة بنفتخر ان احنا أول هيئة حكومية بتشتغل بالتحول الرقمي بالكامل وبنظام الميكنة، فالحياة الدولة المصرية رصد له 5 مليار جنيه. الحقيقة تكلفة المشروع في المرحلة الأولى اللي هي 6 محافظات فقط بنتكلم في حوالي 51 مليار بالظبط، تمام؟ تمام. ما تم إنجازه من سنة ده عمل رائع يحسب للدولة المصرية بالكامل تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائمين على منظومه التامين الصحي الشامل، دوله رئيس الوزراء مصطفى النضالي والاستاذه الدكتوره علا زايد وزير الصحه والاستاذ الدكتور احمد الصبحي وكل العاملين في الهيئه من مجلس اداره ومجلس تنفيذي طبعا. خلينا اقول لحضرتك احنا عندنا نقطتين حصلوا في هيئه الرعايه الصحيه الحقيقه كانوا يعني يدرسوا الحقيقه يعني. احنا في سنه واحده قدرنا نحول المنظومه الماليه في هيئه الرعايه الصحيه من منظومه ماليه قايمه على نظام المحاسبه الحكوميه، لان احنا ما زلنا في القانون التامين الصحي احنا هيئه خدميه لا تهدف الى الربح طبعا، لكن احنا في البدايه خالص واحنا في اول مجلس اداره لو الدكتور احمد يفتكر يعني احنا خدنا على عاتقنا ان احنا هنشتغل بمفاهيم اقتصاديه عشان نقدر يبقى عندنا نوع من انواع بنسميها الموارد الذاتيه للهيئه، نوع من انواع اداره الاصول، نوع من انواع المراجعه الداخليه، بنعمل تقارير ماليه، وكان اهم حاجه عندنا نقطتين بالظبط في التحول لنظام المحاسبه الاقتصاديه يعني. ان احنا بالفعل يعني الحقيقه وكان ليا الشرف ان انا ابقى يعني موجود في الموضوع ده بالرغم ان انا عضو مجلس اداره التنفيذي، لكن الحقيقه يعني انا اشتغلت بايدي ان احنا ننشئ نظام تكاليف لهيئه الرعايه الصحيه بكل مستشفياتها في بورسعيد وكل وحداتها، والحقيقه احنا انشانا نظام وعلمنا الناس كمان عليه. نظام التكاليف يمكن ده اول مره ينشا نظام تكاليف للمحاسبه عن الخدمات العلاجيه بشكل دقيق وبشكل منهجي، والحقيقه الناس يعني زمايلنا في هيئه التامين الصحي الشامل وفي اللجنه دايما للتسعير انا شخصيا استفدت منهم كتير جدا في ان احنا نحط منهجيه واضحه للتكاليف. منهجيه التكاليف السودرانيه ساعدتنا في نقطتين مهمين جدا جدا جدا. ان احنا نعمل تسعير للخدمات العلاجيه للمواطن المصري، وهنتكلم بعد شويه عن غير المصري، بنظام بنسميها التكاليف العادله. نعم يا دكتور. هي كانت تمام. ولما السعر يطلع سعر يبقى مناسب جدا زي ما السيد الرئيس قال احنا عاوزين ندي الخدمه للمواطن بجوده
عاليه وبتكلفه مناسبه، ما قالش ابدا بتكلفه قليله، قال دايما جوده عاليه بتكلفه مناسبه، والحقيقه التكلفه المناسبه هي دي كانت الاساس في التسعير بتاعنا، اللي هو بدا يحصل ان شركات حتى خاصه، شركات تامين خاصه بدون داعي ذكر اسمها، بدات تتعاقد مع هيئه رعايه الصحه في الوقت الحالي وفقا للاسعار دي. النقطه الثانيه ودي نقطه مهمه جدا يا استاذ رانيا، في عجله سريعه يا دكتور ربنا يخليك الوقت. حاضر يا فندم. بدانا ندير وصولنا بشكل اقتصادي، ودي حاجه دي حاجه يعني تشهد لهيئه، يعني تشهد لهيئه الرعايه الصحيه. احنا النهارده عندنا كل جنيه بيدخل الهيئه وبيخرج منها احنا عارفين هو رايح وجاي منين. ثاني حاجه احنا عندنا اداره كامله لوصولنا، والحقيقه الخدمات اللي بتقدمها هيئه الرعايه الصحيه وما يتم من تسويقها واعلانها على صفحات التواصل، بس الاهم في استدامه، يعني في استدامه ماليه، واحنا مش هنتعطل في اي وقت ان شاء الله باذن الله. طول ما احنا بنشتغل بمنهج علمي وفي نفس الوقت بمنهج مهني محترم، ان شاء الله هيبقى في استدامه ماليه. وابشر حضرتك ان احنا السنه دي، يمكن دي اخر كلمه بتتقال، ان احنا الحمد لله احنا محققين موارد ذاتيه لهيئه الرعايه الصحيه في النص الاول من سنه موازنه 2021 حوالي 400 مليون جنيه، يعني ان شاء الله على نهايه السنه نامل ان احنا نوصل لمليار جنيه، ودي في ثاني سنه تشغيل. نعم. حاجه كويسه جدا. يعني حضرتك متخصص في الارقام، فيعني بشكرك شكرا جزيلا دكتور فريد محرم المستشار الاقتصادي لرئيس الهيئه العامه للرعايه الصحيه.